بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما ندخل بشرح المتباينات وتفاصيلها، نحتاج أنه نستذكر بعض الرموز وطريقة تمثيل الفترات حتى نقدر نحل المتباينات وإحنا فاهمين طريقة الحل بشكل كامل. أول ما راح نبدي راح نستذكر الرمز R اللي هو يمثل الريال نمبر أو الريال نمبرز اللي هي مجموعة الأعداد الحقيقية. وإحنا أثناء تذكرنا مجموعة الأعداد الحقيقية واللي تتكون أو ردنا نمثلها على خط الأعداد اللي هو الريال نمبر لاين. طبعا خط الأعداد بجزئين، الجزء الأول اللي هو الرايت والجزء الثاني اللي هو الليفت، ونقطة الأصل اللي هي الأوريجين. دائما اللي على يمين نقطة الأصل مثل الأعداد الموجبة واللي هي البوزيتيف، واللي على يسار خط الأعداد تكون نيجاتيف. إذا عندنا مجموعة أعداد حقيقية موجبة وأعداد حقيقية سالبة، والمجموعتين ينتمن إلى مجموعة الأعداد الحقيقية. كذلك نقدر نقول مجموعة الأعداد الحقيقية تتكون من الواحد والاثنين والثلاثة إلى الانفينيتي. هاي مجموعة الأعداد الموجبة، والماينس واحد والماينس اثنين والماينس ثلاثة إلى الماينس انفينيتي. هاي مجموعة الأعداد السالبة، هذه الموجبة وهذه السالبة، وكذلك الصفر. كل هاي الأعداد تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية، كلها تنتمي إلى R. لو أخذنا العددين اللي هن الواحد والاثنين ومثلناهن على خط الأعداد، فرضنا هاي النقطة هي صفر وهاي النقطة هي واحد وهاي النقطة هي اثنين، ما بين الواحد والاثنين أكو أعداد تسمى الأعداد النسبية واللي هي rational number، أعداد نسبية. كل هذه الأعداد النسبية اللي موجودة بين الواحد والاثنين كذلك تنتمي لآر. ما بين الواحد والاثنين يوجد عدد غير منتهي من الأعداد النسبية، مثل هاي الأعداد النسبية اللي موجودة بين الواحد والاثنين، مثلا 1.005، 1.00009، 1.999. كل هاي الأعداد النسبية موجودة بين الواحد والاثنين وكليتها تنتمي إلى R. طبعا هذا الكلام اللي قلناه ما ينطبق فقط بس على الواحد والاثنين، وإنما ينطبق على أي عددين صحيحين نختارهم، أي وبي، بحيث تكون الأي والبي تنتمي للأعداد الصحيحة، مجموعة الأعداد الصحيحة اللي هي انتجر. راح نلقي بين العددين عدد غير منتهي من الأعداد النسبية. طبعا الآي هو رمز الأعداد الصحيحة اللي هي الانتجر نمبر، والانتجر نمبر اللي هي الأعداد الصحيحة تشمل كل الأعداد من صفر وواحد واثنين وثلاثة إلى الانفينيتي، بالجهة السالبة الماينس واحد والماينس اثنين إلى ماينس انفينيتي. هاي كل الأعداد صحيحة الغير نسبية. إذا لاحظنا كل مجموعة الأعداد الحقيقية تحوي كل الأرقام، شو ما شفنا رقم ما منتمي مجموعة الأعداد الحقيقية. طبعا مجموعات غير مجموعة الأعداد الحقيقية، وأكو أعداد ما تنتمي مجموعة الأعداد الحقيقية. أبسط مثال هي الأعداد المركبة، مثلا عندنا 3 + 4 جي، هذا عدد مركب
كومبلكس نمبر. هذا ما ينتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية، لا ينتمي إلى R. هاي هي الرموز اللي احنا نحب نناقشها. عندنا عدد آخر لا ينتمي إلى R اللي هو ماينس 2 جي، هذا أيضا عدد خيالي. هذا عدد مركب، عدد حقيقي زائد عدد خيالي، عدد خيالي ناقص 2 جي. كذلك عندنا عدد آخر لا ينتمي إلى R اللي هو جذر ماينس 55 مثلا. هذا كمثال، جذر ماينس 55 ما ينتمي إلى R لأنه هذا بالنتيجة راح يعطينا عدد خيالي، خيالي أو عدد مركب. فهذه مجموعة من الأعداد اللي ما تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية.